يعتبر اليوم العالمي للسكري دافع لتوعية الشعب من مخاطر الداء، ويحتفل به في 14 نوفمبر من كل عام. تم تحديد التاريخ من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية. احنا ليش احنا عملنا هذا الايفنت؟ هي مشان تعزيز الصحة والتغذية، وخاصة لمرضى السكري اللي في دبي واللي في خارج الجامعة كمان، وطالبات الجامعة مشان يشاركوا تبرموت انه الهيلثي لايف ستايل، كمان انه في داخل الجامعة وخارج الجامعة كمان لما يروحوا عند أهليهم. الهدف إنه تستوب الكومبليكيشنز، هي المشكلة إحنا عنا في المضاعفات السكري وليس في السكر نفسه. مشكلة السكر بيضرب العين، الكلى، الإحساس ممكن يؤدي إلى بتر بعض الأطراف، وعشان هيك إحنا الهدف من الهيلثي لايف ستايل اللي هي to prevent the complications. دكسكوم دي النمبر 1 سي جي ام ديفايس. يعني ايه سي جي ام ديفايس؟ ده جهاز بيقيس السكر لايف ريدنجز، بيدي قراءات كل 5 دقايق. المريض بيلبس السنسور على الابدم بتاعه، على البطن او على الايدين او على الظهر من ورا على حسب سن المريض. بتبعت اشارات لابلكيشن في المحمول، الابلكيشن دي بتطلع لايف ريدنج كل 5 دقايق. تعتبر مادة الأنسولين ضرورية لبقاء الكثيرين من المصابين بالمرض على قيد الحياة. في كل عام يتم إحياء الذكرى، وتدور المواضيع حول المرض نفسه وإن كان هناك تطورات، وحقوق الإنسان وأسلوب الحياة العصرية التي يحاول التعايش معها المصاب بالمرض.